الموت شديد. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، سكر ذهاب العقل، ذلك ما كنت منه تحيد. الموت فيه ألم شديد، نفس الضائر والجسد والعين إلى آخره، العيون، والإنسان يتألم أشد الألم، كما قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، قال: والآلام والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا. ألم شديد، انت شايف الميت ده، انت شايفه راقد وبجر في النفس وفي المكيف وركب الذي ربات، انت ما جايب خبر هو بيتألم كيف. تخيل الروح دي بمرقوها، شوف أعصاب الجسد. والله قال: والنازعات غرقا إغراقا في النزع، والناشطات نشطا. والله سبحانه وتعالى قال: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من راق يعني من يرقي، من يشفيه، وظن أنه الفراق. والموت ده يا جماعة غير ألم الجسد، الزول بيكون خايف. تخيل التاسي ماشي لعالم تاني، والعالم ده سنين بينبهوا فيك بتمشي للعالم ده، صلح بكذا وقدم كذا، والغلط الغلطه يتراجع كذا واعمل كذا واتزود بكذا وكذا وكذا وكذا. هذه الموت ده فيه هجمه، انت ملائكه جوك معناها. بس تخيل زول خش امتحان، انا قاعد واتخيل الموت ده كده، زول خش امتحان الليل كله مساهر بيقرا، اي مساله في الماده اللي هم ممتحن فيها ضبطها تمام، ضبطها يعني عارفها ما جاهل بها، وحافظ التعاريف وعارف المسائل والأسئلة المباشرة والأسئلة اللي فيها خيارات والقائمة وكل المسائل ضابطة، وخش الامتحان مساهر الليل كله، فتح الامتحان فيه أربع أسئلة، أي أسئلة يقرأ يفرح يقول دي سهلة كلها راجعتها، يبقى الأجوبة كلها شنو عارفة، لكن هو مساهر بالليل ولقى القاعة باردة، قال والله كأن أخذ لي تكية شوية وأقوم امتحان ده موية ساهل، قام نام بالصحة كذي لقى فاضل خمسة دقائق، والورقة أسئلتها شنو كثيرة، هو عارف الأجوبة كلها، ولو ما عارف معليش عارف الأجوبة كلها، بدأ يكتب المراقب يجيه يقول يا أخي أنا عارف خليني أتم، ولا لا الزمن تم، يقلع ورقته ويمشي، يجي في النتيجة يلقى نفسه جايب أقل من شنو نص النمرة، وهو كان عارف الأجوبة شنو كلها، لكن بدل يصبر صح ساهر، كان تصبر شوية بس تتم الامتحان ده تاني نوم من القاعة ولا قدام ما بزول سهر. ولذلك الإنسان في الموت ده بتجي فجعة، أنت في الموت ملك الموت ده جاي يشيل روحك زي المراقب ده دار يشيل الورق، وانت لما نيجي يشيلوا روحك عارف لو قبل توبته كان الذنوب دي كلها نطفت، ولو صليت واستغفرت وعملت الاعمال الصالحه كان حسنات كثيره، لكن انت ضيعتها وفرطت. شكي الله قال في القران: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ليه حاجه واحده بس قال: لعلي اعمل صالحا فيما تركت.